للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. سيد لبيد، بداية مرحبا بك. يعني إلى أين تذهب الأمور في كردستان العراق بمتابعتك لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الأمور تتطور بشكل متسارع الآن في كردستان، وخصوصا بدأت في السليمانية وبدأت تمتد إلى المناطق أربيل. المتظاهرون قالوا كلمة واضحة، قالوا أن ثقتهم انعدمت مع الحكومة ومع الأحزاب السياسية. الأمر لا يقتصر فقط على الحزبين الرئيسيين، حزب البارزاني وحزب الطلباني، وأنما امتد إلى حزب التغيير وإلى حزب الجماعة الإسلامية. هذه الأحزاب بالحقيقة، وخصوصا الحزبان الرئيسيان، وخصوصا الحزبين الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ضيعا القضية الكردية وأدخلها في مطبات عبر عقود من السنين، وساوما عليها وتاجروا بهذه بشعارات كبيرة، وورطوا أنفسهم وورطوا أكثر، ورطوا الشعب الكردي. هذه المظاهرات ستستمر على ما أعتقد، وسوف تتطور، لأنها جاءت بسبب المعاناة. الإقليم يعاني من تداعيات، كما نعلم، من تداعيات الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في أيلول الماضي، والرواتب المنقطعة منذ أكثر من 3 بعد تلويح رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي بالتدخل العسكري. كيف قرأت ذلك؟ هذا التلويح هو مجرد مزاودات كلامية، ليس إلا، وهو محاولة بالحقيقة لتحريض المتظاهرين وللظهور بمظهر أنه هو الحاكم الذي يمثل العراق، كل العراق، بكرده وعربي وكافة مكوناته. وهذا الكلام منافي تماما، منافي للواقع. حيدر العبادي لا يمثل لا يمثل لا الأكراد ولا العرب ولا الشيعة ولا السنة. العبادي هو واحد من الأدوات التي جاء بها الاحتلال، واحد من الطغمة العميلة للاحتلال، وهو كغيره من أركان العملية السياسية عميل مزدوج، عميل لأمريكا وعميل لإيران، وهو لا يمثل أي شريحة من شرائح الشعب. وهذا الكلام هو كلام سمعناه كثيرا، ويراد منه فقط المزاودات. تصريح مجلس أمن كردستان أنه من المفترض أن توجه التظاهرات ضد سياسات حكومة العبادي غير العادلة، كيف قرأت هذا التصريح؟ المظاهرات، سواء المظاهرات، كل المظاهرات، يجب العراق كله يجب أن يتظاهر، يجب أن يكون هناك تلاحم بين كل مكونات المجتمع. وحتى هذا مصطلح المكونات يجب أن يلغى من القاموس السياسي العراقي، ويجب أن يكون هناك تلاحم بين الأكراد والعرب، شيعتهم وسنتهم والتركمان، وكل فئات الشعب العراقي يجب أن تتحد، يجب أن يكون هناك انسجام وتناغم. الحكام العملاء والمتغطرسون استغلوا التمزق في النتيجة الاجتماعي، وهم نجحوا للأسف في إحداث شرخ في النتيجة الاجتماعي. طيب، العراقي، لذلك أصبح النضال مجزأ، الأكراد يناضلون ضد حكومة كردستان، والعرب في أحيان، هذا السني يناضل ضد طائفية الشيعي، والشيعي يناضل ضد إرهابية السني، وهكذا تفرقت القضية. طيب، بهذه كيف قرأت أستاذ لبيد الموقف الأمريكي من هذه التظاهرات؟ يعني السفارة الأمريكية ببغداد حملت سلطات بغداد وأربيل مسؤولية الانتهاكات في كردستان، كيف قرأت الموقف الأمريكي؟ الموقف الأمريكي يحاول أن يمسك العصا من الوسط، والموقف الأمريكي موقف على ما يبدو موقف متفرج، يريد أن يظهر بمظهر المحايد غير المنحاز إلى أي طرف من الأطراف. لكن الأمريكان بالحقيقة هم جزء من المشكلة، وما يجري الآن في كردستان وكذلك في كل مناطق العراق هو نتيجة من نتائج الاحتلال الغبي والعدوان والغزو الذي قامت به أمريكا، ثم قاد إلى إنتاج عملية سياسية تقوم على المحافظة وعلى تفريق أبناء الشعب الواحد وعلى قمع أبناء الشعب وتجويعهم. الأمريكان هم أحد المجرمين الرئيسيين الذين
كانوا سببا في سفك الدماء وسببا في تخريب العراق كدولة وككيان. أين ستتجه هذه التظاهرات؟ يعني هناك استقالة لرئيس رئيس برلمان كردستان العراق، يعني أيضا هناك حزبان أعلنا انسحابهما من تشكيلة الحكومة، هل سنشهد تصعيدا آخر؟ نعم بالتأكيد سيكون هناك تصعيد، لأنه الأحزاب السياسية بالحقيقة دخلت في نفق مظلم ولا تستطيع أن هناك ورطة، تم توريط الإقليم بموضوع الاستقلال، وهناك وأصبح هناك جوع حقيقي في كردستان بسبب، ليس بسبب القطع أو بسبب قطع النفط عن جيهان كما يدعى، هذا واحد من الأسباب، لكن الفساد بالحقيقة، كل عائدات النفط الذي كان يصدر إلى تركيا بشكل مستقل من قبل الحكومة الكردية كان معظمه يذهب إلى جيوب الفاسدين، جيوب الطغمة الحاكمة في الإقليم، بينما يجوع الشعب. مسألة تأخر الرواتب ليس جديدا، وليس لم يكن وليد الاستقلال أو الاستفتاء على الاستقلال، وإنما منذ عدة سنوات كان هناك انقطاع في الرواتب وتأخر في دفعها. هناك فساد لا يقل سوءا عن الفساد المستشري في كافة أنحاء العراق. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض.